الخير، اهلا بكم. فيديو جديد طبعا غاطة، ومن اسبوعين ما نزلت فيديو، بس ببساطة اللي صار طرشونا ايميل انه ما في جامعة بعد اخر مرة سويت فحص. ومن المنظر هذا تعرفون ان ياي اسوي فحص بعد، ف بقولكم شو بيصير وياي. بس الفترة اللي طافت صارت أشياء كيوت، طلعات خفيفة، وفي شيء جميل دش حياتي بحط لكم الكليبات الحينة. تعرفون أنا وين؟ بديت افحص كورونا للمرة الثانية علشان الجامعة، ونشوف. اتمنى انها تكون سهالات نفس المرة اللي قبلها يا رب. خلصت الفحص، ما كان سيء، بس يعني ما كان احسن من اللي مرة اللي طافت. بعد دمعت، او ماي جاد، بس اتس جود. صوتي خلاص بعد المسحة كني مزجمة صدق. اي طبعا قررت اسوي لي سموذي اليوم حق ريوك من باب التغيير. حط فراولة مجمد، سيدة بينات باتر، واحد ماي، اوكي. احب السموذي يكون شوي خفيف عشان اقدر اشربه بسترا. بحط سكوب من هذا البروتين، ما في طعم، اوكي، شي سكوب. بقعد هني على الشمس. تسمعين الصوت؟ أبعرفكم على شخص. لورا تعالي، لورا اليوم منو زعلت انتي؟ تعالي تعالي تعالي، say hi say hi. شايفين الجمال هذا كله؟ شايفينه؟ وصلتني هدية، شوفوا شوفوا الباتنتي هاي، شوفي يا ربي. شايفين الجمال؟ لورا، سميتها لورا مع انها شوي كبيرة، بس حسيت الاسم وايد لايك عليها وسهل. تبين سموذي؟ ها ريحت على اخر. على العموم بشوف مسلسل وبعدين عندي assignment بسوي. هذه فعالياتي للصبح. الحين الساعة 9:57، يعني تقريبا 10. يواعه ولا بعدكم؟ وين نص؟
صباح الخير، وايد آسفة أدري الأسبوع الماضي الفيديو ينزل بس تأخرت، إن شاء الله لاني عذر وسبب. هينا نتريق والمكان دشينا داخل صراحة لأنه حار برا. موعدنا اليوم تركي، ريوق تركي مع العائلة. رايحة الجامعة اليوم، نتيجة الفحص تأخرت وايد عشان شي تأخرت لين رحت الجامعة. مرة دخلت لي كوفي. اشتقت للجامعة، صار لي موقف قبل شوي عشان ماسك ما اقدر اتكلم احس. موقف قبل شوي السكيورتي كيوت بالعادة السكيورتي يزا يأشرون عندنا بس تسولف وايد كيوت وتقولي شي لايك ماي لابتوب. على العموم عطشانة بمر اخذ لي ماي وعلاب على طول. قاعدين نشتغل على graduation project، فعندنا presentation. قلتلكم قبل ان عندي presentation، ما ادري اذا قلتلكم presentation حق graduation project. هو اللي صاير انه نحن لازم نجهز. رديت اتكلم كلمة واوقف كلمة واوقف كلمة واوقف. يلا بس حفظت الدرب سيدة اللاب، وبنشوف عقب اللاب شو راح نسوي. ما عندي الحين كلاسي ما يبدأ الساعة 3 تبدأ. امتحان امسات، اللي تابعوني يبون امتحنون امسات في جامعة الامارات خصوا هناك. شفت شي وعندي وقت اتكلم. شايفين الشيارة هني؟ خليني اقرب الشيارة هذي، الفونكس دكتلفيرا اللي هي خلا ملفوفة بالورق الأسود مثل ما تشوفونه، وكياس الزبالة وانتو كرامة علشان تسوي جذور. يعني شايفين النوع هني، خليني أسوي زوم، إيدي مليانة أنا آسفة. شايفين هني هذه جذور، بس لو قصيتوها وحطيتوها في المكان ثاني تنزرع ما راح تطلع، لازم تكون بهالطريقة عشان تنزرع كنبتة جديدة. يعني النيل والنزر كذي تصير تنقص من تحت وتنزرع كنبتة جديدة، هذا يكون راسها كذي. معلومة على المر، أحب أشوف الشيار كذي وأتأمل الموضوع. هذا تخصصي باختصار. خلصت شغل في اللاب والحين طالعة، بس شكلي ما برد البيت، أبا أقعد أدرس. عندي باتشر كويز وأبا أحضر له. مع وضعي هذا باتشر شنطة كبيرة، ما أقدر خلاص أشيل إيدي، تعرفون ما فيها ثقل وإيدي شي محملة. تصوير بعد صعب بالإيد وحدة. بروح الكانتين، تشوفون هالمبنى اللي في النص مسوين حق الهندسة، الحمد لله اني لحقت اشوفه قبل ما اتخرج. ولا ما اتخرج، وايد حلو، وايد 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 حلو. يا الله يا الجامعة، بالعادة هالمكان كله البنات يتجمعون، وفي الشتاء يا الله محلاته يكون صدق حلو. يلا خيرك مختاره الله على هالوضع اللي نحنا فيه. بسرعة كل شيء أبعد رس حق الكويز. هاي الخطة الحين عندي،
نشوف شو بيصير. لاني مو ب ابى اجرب السكوتش، ما ادري اذا كتبت ماشي ولا لا، بس لان مو ب مو ويا ربعي روحي، فالسكوتر ابدا ما له اي معنى اني العب بسكوتر. شو الكراتين فقط يا بنات، لازم اسك الكاميرا البس ماسكي ادخل. هذا هو الكانتين في الى بابين، هذا واحد وصف. بدور حجابي قلت اصور لكم بيفتحون بيتزا هات. هذا المطعم ما في ما في شيء فاتح غير بون فود وسبوي. نبغى ناكل ان شاء الله من سبوي. الشنطة بالحزام، بالله عليكم ما تغيرون اسم اذا ما طيحت شيء ولا خربت شيء ولا كسرت شيء. مدري انت بس الغرفة على الطرف مفتوحة. عموما بطلب من صبوي. هاي 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 يا داي، بس لازم البلاي تري قام بطل خافت على الزاوية. معنا ما في هذي ما حد واجاب هالمنظر ثاني بدرس. اوكي أنا قاعدة أخذ أشوف المسلسل. ما أدري ساعة كم بخلص، أبدا ما عندي أي فكرة ساعة كم بخلص. مس كوميونيكيشن، ما كنت حاطة بالي الحين أطلع بس إتس أوكي. لحظة مرة البيت وبنسوي لنا قهوة. زين مرة ثانية شو أخباركم؟ طبعا مريت وانا رادة، مريت المول وخذت لي اشياء. لحظة خليني اوريكم من كيكو. انزين شوفي بس خدت هالاشياء، خليني اجرب. قلت هذا فاونديشن يومي. أنا قاعدة أصور بيد. أوكي هذا هو، وهذا لونه، وكونسيلر. كونسيلر هذا هو كونسيلر، كونسيلر رقم 5. أخذت 2 كونسيلرز من نفس الشيء. وهذا شيء الكونسيلر. كان عندهم اوفر ان خذي 2 برودكتس والثالث يطلع لك مجانا، فاخذت كونسيلر زياده من نفس الشيء. اتمنى انه يعجبني ويكون اللون مناسب واشوف. خلني اجرب اغلف كيكو. في بوك ستار وسويت لي قهوه. طبعا صليت وسويت لي قهوه، اشرب قهوتي وبندرس. يوم جديد في الجامعة، اليوم شوي بدري، عندي شغلة بسيطة أخلصها وبعدين عندي كويز مع لعب سيشن، فبنشوف شو حيصير إن شاء الله. أتمنى لكم أيام سعيدة كلكم حبايبي. خلصت ال شو اسمه، عشان نسيت شغلي الحين الساعة 1. واو أنا من الساعة 10 أني في الجامعة. ما بروح البيت، بجلس أدرس. أحس الدراسة في الجامعة وايد أحسن من أني أروح البيت وأدرس. ما أدري شو السبب بس ما أقدر، صرت أجمع. المهم اليوم وين أتغدى؟ صديقي مش عارف، حسب أشرب ماء عطشانة بس، وعقب نشوف إن شاء الله خير. يا أخي كنت بقولكم سالفة، اسمعوا تخيلوا، أو إني بتحدى نفسي تحدي، اللي هو إني أنا
يعني أعيش يوم كامل على سوائل، يعني أسوي سموذيز، أدخل كل شيء كل شيء سوائل. الله لا يوريكم، حددت عمري 10 دقائق رحت أكل، ما في أمل في السالفة هذه. علمو شوف القناة خوتني. راح أكل شيء خفيف، أقعد في مطعم وأدرس. هذا اللي راح يصير الحين إن شاء الله. على طاري تحدي، أتحدى نفسي ما أشرب كولا شهر كامل. بديت هالشيء من يومين، حلو؟ يومين ما شربت كولا، مع إني مدمنة كولا بشكل غير طبيعي. متحمسة حق الشتاء عشان هالقعدات اللي هي هالصبح، وايد حلو أحب. ربيعاتي كلهم تخرجوا، واللي ما تخرجوا مثل ام جي جيمر ما عندها لابات، فما له داعي انها تجي الجامعة. عليكم السلام. منزلة نص الماسك وكل عادي يخطى يطالع لي. كل ما ادش هالمبنى يجيني احساس اني انا في مول. اتوقع من صوت الشلالات، خليني اعرفكم اياهم. بعطم ايدي وكرتي. هاي يا الله، شوفي الزنقة فاضية، لترلي فاضية. اخاف اطيح، تراني خوافة، ما ادري اذا حتى تسمعوني عدل. شايفين؟ وايد حلو. بشوف اذا عندي وقت بروح بصور لكم اياه من فوق. عجيب عجيب عجيب. شوفوا المبنى هذا، الاي تي بيلدينج عندنا، اللي يبون يشوفون الجامعة. Can I get one water and do you have fresh juice? Orange juice. Orange, lemon, mango. You know, give me lemon mint. Lemon. Yeah. One water. Yeah. وصل عصيري. قعدت جربت هالمنظر، هالقعدات اللي أقول لكم عنها تبي. وايد وايد أحب الجو هناك، وايد أحب القعدة. يا الله شوفوا هذيلا. المهم عندي ريبورت لازم أسويه، وعندي مترم، وعندي مترم ثاني حق نفس المادة لاب ولكتشر. أبا أقعد شوي أدرس أشتغل. ما أدري راح يصير، ما أبغى أشوف مسلسل اليوم، مزاجي مو هو بمسلسل. فأبا أركز شوي، أحسب عصير شوي تشبعني، أحسب عصير شوي تشبعني، نشوف شو يصير. بنشوف شو يصير. طبعا الساعة صارت 2:30. بديت أسوي editing حق الفيديو. هذا كليبين اللي قاعد أسويهم، أتوقع آخر كليبين في الفيديو. بشاركم في روان الفيديو. كنت قاعدة هنا لخمسة إن شاء الله، خلص أدتين وبدرس حق الامتحان. خلصت جمعت معلومات حق الريبورت بس ما اشتغلت فيه، عندي وقت. خلني أخلص شوية
حبيت أختم الفيديو هذا من أي مكان. أشوفكم الأسبوع الجاي بفعاليات جديدة إن شاء الله. ولا تنسون تسوون لايك حق الفيديو إذا عجبكم وتكتبوا لي شيء بالكومنت. لا تنسون تكتبوا شيء بالكومنت وراح أسحب على جائزة بسيطة إن شاء الله من الكومنت. أشوفكم على خير، باي باي.